رغم الأمطار اليوم، الجفاف يضرب السويد ويهدد مياه الشرب. الحكومة تحقق بالتمويلات الأجنبية للمدارس. في روس وفي أبو كاس. إرامة للمكسرات. تريم تاب، شارك في رحلة نجاحنا. SA موبلر. من ستوكهولم نرحب بكم، معكم ليندا الجنابي. الجفاف يضرب مناطق واسعة من السويد، أجزاء كبيرة تشهد أكثر السنوات جفافاً منذ 50 عاماً، الأمر الذي يؤثر على تدفق مياه الآبار والحصول على مياه الشرب. خبراء قالوا إن بعض البلديات قد تضطر إلى تحديد استخدام مياه الصنبور اليومية، فيما أظهر تقرير إعلامي أن كثيراً من البلديات تفتقر إلى خطة طوارئ إذا نفذت المياه. هيئة الأرصاد الجوية أصدرت تحذيراً من الجفاف في 16 محافظة من أصل 21 في البلاد، بينما قال خبراء في الأرصاد إن شهر أغسطس الحالي كان جافاً جداً، الأمر الذي ساهم في انخفاض مستوى المياه الجوفية بشكل كبير كما حدث في العام 2018. وكان الجفاف أدى في صيف 2018 إلى نقص حاد في الأعلاف، واضطر المزارعون إلى ذبح حيواناتهم، بينما كانت مساحات كبيرة من الغابات تحترق، ولم تصل مستويات المياه الجوفية هذا العام إلى المستويات المنخفضة التي كانت في العام 2018، لكنها من بين أدنى مستوياتها منذ عقود عدة. مقابل الجفاف، توقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة اليوم على أجزاء واسعة من السويد، خصوصاً في الجنوب خلال فترة بعد الظهر والمساء. الهيئة أصدرت تحذيراً باللون الأصفر، متوقعة أن تستمر الأمطار الغزيرة حتى صباح غد السبت، ومن المرجح أن تصل الكميات إلى 60 ملمتراً في أجزاء كبيرة من يوتالاند وزفيالاند وجنوب نورلاند، وقد تترافق مع عواصف رعدية شديدة. حركة المرور ستتأثر بفيضانات في الطرقات، فيما حذرت الأرصاد الجوية أيضاً من خطر الفيضانات في الأقبية وأنظمة تصريف المياه والجسور. الحكومة تطلق تحقيقاً في الملكية الأجنبية للمدارس السويدية المستقلة. رئيسة الوزراء ماجدالينا أندرسون قالت اليوم إن الحكومة تريد أن تعرف من يدير المدارس، وكلفت الحكومة معهد بحوث الدفاع بإجراء دراسة عن الملكية الأجنبية والاستثمارات في نظام التعليم. المعهد سيدرس أيضاً المخاطر التي تنطوي عليها التبرعات في مجال التعليم. رئيسة الوزراء قالت إن الخصخصة ذهبت بعيداً جداً، وسيذهب الاشتراكيون الديمقراطيون إلى صناديق الانتخابات لتنظيف ما أسمته مستنقع السوق في المدارس السويدية. أندرسون أشارت أيضاً إلى تحضيرات من جهاز الأمن سابو بشأن روابط بين بعض المدارس والتطرف العنيف، فيما اتهمت وزيرة المدارس لينا كيليل بلوم أحزاب اليمين بقيادة أولف كريسترسون ويمي أوكيسون بأنها تضع مصلحة الأرباح قبل مصلحة الطلاب. المتحدث باسم حزب أزديا ريكارد يومس هولف رد بحدة متهماً الحكومة بالكذب، وقال إن حزبه اقترح حظر التمويل الأجنبي للمساجد والمدارس. حكمت محكمة سكاربور اليوم على رجل يبلغ من العمر 55 عاماً بسجن 5 سنوات بتهمة اغتصاب فتاة كانت تعيش في مركز لرعاية الأطفال والمراهقين هو فيابيا، ويوضع الأطفال في هذه المراكز عادة بقرار من الخدمات الاجتماعية السوسيال لأسباب مختلفة. لائحة الاتهام أظهرت أن عمليات الاغتصاب حدثت مرات كثيرة ولفترة طويلة نسبياً، وكانت الفتاة تبلغ من العمر 15 عاماً عندما وقعت أولى الاعتداءات عليها، لكنها بلغت 16 عاماً في وقت لاحق، ولا ينطبق القانون المتعلق باغتصاب الأطفال في معظم الحالات إلا على الأطفال تحت سن 15 عاماً. غير أن المدعية العامة قالت أن القانون ينطبق على الذين يتجاوزوا السن إذا كان الجاني يتولى رعايتهم أو الإشراف عليهم بسبب قرار من السلطات. الرجل أدين بجريمة اغتصاب الطفلة في عدد غير معروف من المناسبات في العام 2021، وخمس تهم بالاستغلال المشدد للطفلة في ممارسة الجنس
كما أنه مدان بجرائم استغلال الطفلة في المواد الإباحية، وسيدفع المدان تعويضات للفتاة قدرها 380 ألف كرون. سكان يورسهولم يشتكون من انتشار عدد هائل من الجرذان في ساحات المنطقة التي تعتبر واحدة من أغلى المناطق السكنية في ستوكهولم. أزمة الجرذان بدأت خلال الصيف، حيث غزت أعداد منها أفنية الأبنية المجاورة لساحة يورسهولم، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت صور ومقاطع فيديو التقطها البعض في المنطقة، ويمكن فيها رؤية الجرذان وهي تتحرك بحرية على الطاولات في الشوارع. السكان تحدثوا عن عدد مهول من الجرذان لا تخاف من البشر. بلدية داندريد اشتكت في محاولات حل الأزمة بعد تواصل عدد من السكان معها، وقال مسؤولون في البلدية أنهم يفعلون ما بوسعهم، لكن مثل هذه الأمور تستغرق وقتاً. فيما أبدى السكان انزعاجهم لعدم تمكنهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بسبب الجرذان، مشيرين إلى أن محاولاتهم لتسميمها فشلت. للمزيد من الأخبار والتفاصيل لا تنسوا زيارة موقعنا الكومبيس.سيا. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء. في روس وفي أبو كاس. إرامة للمكسرات. تريم تاب، شارك في رحلة نجاحنا. SA موبلر.